وهذا نفر للجميع. ام محمد هاي لوحه فنيه، تخيلوا هسه احنا واقفين قدام اشهر ثلاث اكلات عراقيه. امشي دقيقه بعد ما نكمل المقدمه. دقيقه وين رادار؟ الى اليسار. السلام عليكم. هلا حبيبي. ابا اشتاقنا للموصل بس بارده هسه. بعد ما يحتاج وين يم ابو محمد المصلاوي، بعد ماكو داعي روح على الموصل. ام محمد احكي لنا هاي اول جدريه معود العيلتين دبلان ضعفان تشوفها. هاي اول وحده قليه القليه المصلاوي بالموصل يعملوها لحم عجل. انا هوني لهل عيون بغداد عملتوها لحم غنم. هسه راح اغشعك القليه اول مره. اغشعك يعني شنو؟ اغشعك يعني اشوفك. اويلي اول مره اشغبها. هاي اللي تسووها بالدبس. دبس وشغله الاخ يعني احنا يعني طريقتكم السريه مثل ما خلينا نقول طريقتكم السريه بس بيها الدبس. بيها نوع من الحلا تكون. وهذا لحم الغنم وهاي النوم بصله معاها واكو ياكلوها بتمن واكو ياكلوها بلا تمن يعني صار مثل الدليميه خلينا نقول اطيق اطيق اعمل الدليميه اخلي على صفحته واكو هكذا ياكلوها. هذا فخذ مال غنم وما اذبح الا لحم عراقي مختوم. بعد ما اندر على هذا الكلام محمد لازم نجربها قبل كل شيء. ما يعموع ما يعم ما تنكمش ما يحتاج احكي شيء ما يحتاج ما هذا اقول لك. الجدريه الثانيه ابو محمد شنو هاي؟ وداده هاي العصاعيص. العصاعيص وما ادراك ما العصاعيص. كل شيء بكفه واللهجه المصلاويه بكفه ثانيه. يا ولداده العالم ما تعرف شنو العصاعيص اكو هواي. العصاعيص الذيل مال عجل ما مال بقر مال عجل. هذا تكون بقطعه من اللي مو؟ عشان يعني تتدحرج هذا بدايه العصاعيص. هاي كم ساعه تستوي تقريبا؟ يعني من السبعه الى التسع ساعات بالضبط والله. اكيد واصل هيك مرحله من الذوبان. محمد اريد لك وحده هيك تفسخها قدامي. وداده جهنم. جهنم 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 شعشع. اويلي. هاي الصينيه شنو تعتبر؟ نفر. هذا نفر؟ هذا نفر. ما شاء الله. نفر مالي مال عصاعيص بين النص كيلو الى ثلاث ارباع الكيلو. خلى علينا شويه بصلي. حبيبي تعبت بعدنا بثاني جدريه وتعبت بعد ورانا جدريتين نروح للفضل الثالث. انا عشق اللون الاحمر فهذا اللون الاحمر شنو موجود؟ هذا التشريب الاحمر على اصوله. على اصوله لحم غنم صافي مره اشغبه بس هاي راح اعمل دليميه. راح اسوي لنا دليميه. هذا الدهن هذا التمن شنو؟ هذا تمن بسمتي وبزل. بسمتي وبزل يعني دايت احنا مسموح لنا. اي اي طبعا. هسه خلي اللحمايه وش عشون زين. ما شاء الله ما شاء الله. تقول زند عواص. تقول زند عواص. يابا شعر. تهذي هاي اللقطه لوزها بهالفليفله. هاي وصل الطماطم وهاي هذا النفر. هذا النفر مالتنا تقريبا. هاي اللحمايه نص كيلو لحم. نص كيلو بالنفر 550 500 من بعد الاستواء جوال 450 مستحيل. وهذا نفر للديميه. ام محمد هاي لوحه فنيه الف عوافي. عمار كان خلف الكواليس وهسه قال لا شنو القليه بس هاي اللقمه. اريدك تعطيني رايك بصراحه. وعان فول محامض لازم تعصرها هاي من قوانين القليه. باع لازم تبطرها بيها. خلينا نجرب هسه العصاعيص. دقيقه نسيت اهم لقطه. مروان انت تصور وانا اكل. انا اصور بس انا اصور واكل. هسه المره اريد اول مره اجربك شلون تشرح لي على اكل. استزع المحبس. شنو يلا شلونك؟ طيب يا حبيبي هسه نزلت لعبتي اكله الملوك بعد الباكي. شوف المخ. اكو ناس ما تحب الباكي بس تحب المخ واللسان. هواي اكو ناس يجي اقول لهم انت منهم لولا. هذا اللسان المن طيب للعزيز للكابتن الغالي حبيب قلبي. عمار انا احسك تستحي من المطعم فدائما تمسح لهم تغسل لهم الصينيه بالاخير. عمار شنو القليه؟ ما يحتاج احكي. عمار اكو سر انت ما تعرفه. شنو؟ هذا التمن بزل. والله انا خلصت. حول يلا. قاعد اقول لك شغله واحده هي كلمه واحده تعلمتها بالموصل من رحت لحد الان تستاهل اقول لك اياها. قبان قلبكم اشقى طيبه قليتكم. الله يخليك. قبان وجهك اشقى حلو حكيك. يوم كنا بتقاطع الشروق باتجاه المسرح الوطني ينباكت ابو محمد المصلاوي.